بمناسبة التفاصيل العميقة، ودلوقتي شخصية الفنان ياسر جلال اللي بيأدي شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفة إنها جرأة من الاثنين، من الفن إنه يطرح شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ربنا يديله الصحة وطولة العمر ما زال في السلطة، وجرأة من الرئيس نفسه إنه يوافق على حاجة شبه كده، شفت إنها عاملة إزاي؟ لو جينا نتكلم على النقطة دي تحديدا، نلاقيها لأول مرة في العالم العربي والعالم الثالث بالكامل، إن في عمل درامي يناقش ويجيب صور شخصية رئيس جمهورية صوت وصورة من لحم ودم بالظبط على الشاشة. بجد هي الأول مرة؟ وهو لسه ما أنا فتشت لأول مرة إن رئيس موجود في السلطة. دايما كنا بنقول رئيس سابق ورئيس راحل ومش عارف إيه، لكن إحنا بنتكلم ودي خطوة مهمة جدا في الدراما. نيجي بقى للممثل اللي هيمثل هذا الدور، الشطارة بقى. هل هيقلد ولا هيهضم الشخصية؟ كنت حضرتك الفارق ما بين الاتنين كبير فعلا. التقليد دايما بتبقى الناس حاسه بيه وخطر، والتقليد يثير الضحك. يعني انت لما تقلدي حتى لو بتقلدي مشهد درامي في النهايه ممكن الناس تضحك، ولكن في مدرسه في التمثيل، ازاي انا باخد الشخصيه اهضمها والبس الشخصيه فتبقى نفس التصرفات نفس الايماءات نفس النظرات حتى تون الصوت. ومن هنا اقدر اقول ان ياسر جلال كان بارع جدا جدا، واللازمات المحببه عند الناس، يعني هو شخصيه الرئيس ليه كام لازمه في الكلام، ما هو بالتاكيد والناس بتحبهم فهو مستخدمهم حلو قوي. الصعوبه ان احنا بنتكلم على شخصيه بتظهر يوميا على الشاشه في نشرات الاخبار في غيره في غيره، فالناس حافظه يعني حركه ايد الرئيس نظره عينه بالظبط. ازاي ياسر جلال قدر يجيبها؟ لان هو لبس الشخصيه بالظبط، فنجح فيها نجاح كبير، ودي كانت الخطورة ان هو يا ينجح بالكامل يا يفشل فشل كبير، ولكن نجح نجاح كبير، ودي كانت لأول مرة في العالم الثالث يظهر شخصية الرئيس وهو في السلطة بالظبط. طيب ده توثيقة كمان زيادة عن التوثيق النوعي.